صباح الخير مدام. كل هدول صباح الخير. يسعد صباحك مدام، لانه اليوم في وقت يعني فيهم يبعثوا قد ما بدهم المشاهدين. يسعد صباحكم، ضلوا دائما بخير وايامكم سعيده. اليوم 18 ايلول يعني 18/9، كواكبنا ما زالت في اماكنها، ما زال المشتري متقدما في برج القوس، وهو كوكب الحظوظ السعيده، عطارد للمستلذات، للاوراق، للذكاء في الميزان، الى جانب الزهره ايضا للحب والارتباط في الميزان، والمريخ ما زال في برج العذراء. يعني ما زالت الامور الصحيه كتحذيرات لمولود الجوزاء والحوت ولمولود برج القوس والعذراء. طبعا القوس والعذراء اقل، اللي هي ممكن يكون اشياء عابره، لكن لا يمنع التنبيه للاربع ابراج على الصعيد الصحي. اول اخباري لعزيزنا مولود برج الحمل، اللي اليوم اذا ما عرفت تقلل من مصروفك، او هالشهر كله اذا ما عرفت تقلل من مصروفك، سال اهل الحكمه، أبوك، أمك، يعني الناس اللي بتعرف تتصرف عموماً بالأمور المالية، لأنه بالغالب اليوم في عندك قصص ما أنا بالحسبان. وعلى كل الأحوال والحقيقة وجود عطارد والزهرة اثنين في برج الميزان بيخلي الصرف أكثر مما يجب بالنسبة لك مولود برج الحمل. الأمور أخذ طابع صرف كتير، دخل قليل، وحتى لو ما كان الدخل قليل على فكرة، يعني إذا افترضنا أنه الدخل ما زال نفسه، بس لما بيكون صرف أكثر فهي النتائج نفسها. عزيزنا مولود برج الثور، اليوم الأمور جيدة بالنسبة لك، وخاصة على الصعيد المالي، أمورك الشخصية، أمورك العامة، علاقاتك، تواصلك، لقاءاتك، سفر إذا على بالك. مبسوط مولود برج الثور عموما، بفئة بكير، بنشاط، بثقة بالنفس، بأشياء ممكن تكون غير اعتيادية بالنسبة له، مختلفة يعني عموما، والحظوظ مساعدة الحقيقة ليرتب أموره. اللي مو كثير مرتاح ومولود برج الجوزاء عموما، الامور بالنسبه له انا ما بعتبرها كثير الاريح، الجوزاء على الاقل بده للمثل، لانه في عنده شيء ما نو يعتبر الافضل. على الاقل هاي الفترات متضايق من بعض الامور الصغيره، او متضايق من بعض الكآبه، حزن، اخبار عم يسمع، قصص ممكن تكون مو كثير ايجابيه، يعني بحاجه ليكون اليوم على الاقل اكثر انتباها. مولود برج السرطان، يوم للعلاقات الاجتماعية وبامتياز، يوم الأمور بالنسبة له إيجابية عموماً، خاصة عم يلتقى بناس، عم يتعرف على ناس، يمكن عم بيأثر بمحيطه، يمكن عم يحكي، عم بيناقش، دعوة، تسالي، لمة شمل، سفرة وارد، نازل على سوق وارد، إنك تروح على مؤسسة حكومية وارد. بالمجمل الأمور بالنسبة لك جيدة عزيزنا مولود برج السرطان. الأكثر تعباً للحقيقة ومولود برج الأسد، هلأ أنا بعتبره الأكثر تعباً في هذه الفترات، يمكن لأنه بالنسبة له في شيء نوع من أنواع الضغط، خليني أقول اللي ما كتير مريحه اليوم، نوع من أنواع الصدمات، ممكن معصب، كلمة مني كلمة منه شوي تضايقه أو شوي تزعجه، يعني قابل الأمور اليوم للاشتعال في أي لحظة، كونه أصلاً مولود برج الأسد ينتمي إلى مواليد الأبراج النارية، اللي كلمة ممكن تشعل له ناره وتضايقه، مع أنه أنا بقول الأمور عموماً ما أنا سيئة بالنسبة لك، بس لا يمنع أنه أنا أقول لك أنك ما تعصب من أمور صغيرة. عم يرضي جميع الأطراف مولود برج العذراء، واليوم الأمور بالنسبة له جيدة، الكواكب كلها تقريباً بمواقع صديقة، خاصة عطارد والزهرة اللي هنن الأكثر تأثيراً، وحتى زحل باشر تقدم، يعني الأمور رايحة باتجاه الأفضل، صاير أكثر غفراناً، أكثر محبة حواليك، نوع من أنواع العطاء، تغلب على ظروف معرقلة. يعني لو كنت بتشتغل بالإعلام، بالصحافة، بالدراسة، بالتجارة، فالحظوظ مساعدة لك. برج الميزان كمان اليوم بالنسبة له إيجابي، أظن في بلشت مساعدات مالية أو معنوية تكون حواليك، محبة، مصالحة، مثل كأنه حدا عم بيساعدك اليوم، حتى حدا يساعدنا باكتشاف أخطائنا، فهي حتى تعتبر قصة إيجابية. بس اليوم حاول أنه تحط عملك وعلاقاتك في مقدمة اهتماماتك، لأنه بالغالب أنت تخطط لنوع من أنواع التحسن. مولود برج العقرب اليوم للتأجيل بامتياز، أو قصص العلاقة بتفاصيل صغيرة شوي مضايقتك، ما بعرف، عندك نوع من أنواع العصبية أو التوتر أو ضيقة الخلق، مع أنه أنا اليوم بعتبره لسه أفضل من امبارح، والمساء على كل أمورك أفضل بكتير، بس مع ذلك إذا عم نحكي عن نهار فما تحاول تكون منفعل اليوم، وتذكر أنه ما في حدا فينا كامل على كل الأحوال، يعني علوة بلا تمسك المسطرة وتقعد تقيس فيها الناس، وتضلك تقول هون غلط وهون صح وهذا لازم وهذا مو لازم،
بالنتيجة ممكن تتعرض اليوم لفهم خاطئ. مولود برج القوس، نظم وقتك لتلافي أوضاع قد تتأزم، لأنه للحقيقة الأمور اليوم العملية ضاغطة بالنسبة لك، مقيد بالمسؤوليات بالمهام. اليوم مو فاضي، حك راسه، عم بيحاول ينهي أعماله بعيدا عن التسالي، ومزاجك مو كتير رايق، ويمكن السبب أمور صحية، أي الأمور الصحية العابرة على كل الأحوال. مولود برج الجدي، عم تسترجع شعبيتك وعم تغفر أخطاء الآخرين، واليوم يوم إيجابي بالنسبة لك، سواء لتغيير في خط السير، سواء لابتسامة ممكن تكون حواليك على وشك، سواء سفر، لقاء، علاقة، خبر، كل هذا يكون ممكن يكون إيجابي، وخاصة أنك عم تطرح آرائك بصراحة وبإيجابية. المحيط اليوم مع مولود برج الجدي متعاطف ومتفهم، عكس المحيط مع مولود برج الدلو اللي اليوم محيطه غير متعاطف وغير متفهم. لذلك كتير مهم إذا كنت اليوم عم تشعر بعزلة، أو يمكن أنت محتاج تقعد لحالك تناقش بهدوء. يعني أنا أنصح دائماً مواليد برج الدلو بهاي القصة، لأنه وارد أنه يكون في بعض المضايقات. هلأ تذكر أنه الصمت من ذهب على كلنا، على الأقل بالنسبة لك، لأنه أنت من أكثر الأشخاص اللي حتى لما بيشرحوا مشاعرهم بيشرحوها ممكن تكون بشكل خاطئ، أو تنفهم من الآخرين بشكل خاطئ. عم بيستعيد مجدداً مولود برج الحوت ثقته بالحياة، ثقته بالعلاقات، بالأهل، بالأسرة. الأمور بالنسبة له بالمجمل جيدة جداً اليوم، وفي عنده إيجابيات ممكن يكون حواليه، والسنة بالنسبة له بالمجمل مهمة على الأقل المتبقي منها. هلأ هاي الفترات فترات إيجابية لمولود برج الحوت، مع أنه أنا بنصحك إذا عندك قصة مهمة خلصها اليوم ولا تأجلها لبكرة. مولود 18 أيلول، كل عام وأنتم بخير ويجعل أيامكم سعيدة. شخص دائماً بيفكر بالمبادئ العامة، بيفكر بالعائلة، بالوطن، بالمؤسسة اللي بيشتغل عند فيها، والحقيقة الحق بالنسبة له هو أساس تصرفه، يعني أساس تصرفه وآرائه، وين في حق وبيوقف جنب الحق على كل الأحوال. ناعم، حساس، ولد ليكون مقداماً وشجاعاً، بيلزمه التركيز، قاسي في انتقاداته، واضح بأحكامه، شخص إنساني يعشق السلام، غير ميال للشجارات، يحب الريف بطبيعته، له مزاج خاص، مولود مميز، بيؤثر العزلة على العيش مع الناس اللي ما بيكونوا كتير مناسبين له، يعني بيفضل أنه يتفرج على التلفزيون أو يفتح كتاب ويقرأ على أنه يقعد مع ناس ما أنه كتير مرتاح معهم أو ما بيشبهوه. خليني أقول سنة أموره جيدة، وخاصة عاطفياً لألك على فكرة أو لأحد المقربين. بالغالب في عندك حظوظ مساعدة، مولود اليوم مولود 18، في إيجابيات ممكن تكون هي مصدر سعادة بالنسبة لألك، والسنة بمجملها مهمة لأنه فيها بظن حاملة نوع من أنواع التغييرات السعيدة لألك، فإن شاء الله الأيام سعيدة وللجميع. يسعد صباحكم. طبعاً رسائلكم على 18-45 من أي موبايل داخل سوريا. يعني مبدئياً نبلش ناخذ نحن مدام، إذا بدك رح نبلش ناخذ مسجات على صفحتنا على الفيسبوك، وأيضاً على 18-45. منى بن زينب، مواليد 17-5-63، حابة تعرف عن كل شيء. منى أمورك جيدة بالمتبقي من السنة، والسنة القادمة أنا بعتبرها أفضل، بس في عندك قصة داخلة فيها، إذا مو دخلتي فيها بهي الفترات فغالباً للسنة القادمة، شيء له علاقة بالهيك ربطة الرقبة. بقى عندك ولد بدك تجوزيه، صبية بدك تجوزيها، بيت بدك تبيعيه، إذا مانك مرتبطة ممكن تكون ارتباط لإلك، مثل اللي عنده قيد، لكن قيد جميل ومفرح يا منى. منيحة، أليس هذا جيدا؟ حابة تشاركينا جودي ولا بلش من عندي؟ بلش من عندك مدام. أمجاد، يسعد أوقاتك يا أمجاد، 13-6-91. أمجاد السنة مهمة بالنسبة لك بس مو عاطفيا. هي المشكلة هاي الفترات أنت مكركب وما كتير مرتاح، برغم أنه المتبقي من السنة أنا بعتبره أفضل بالنسبة لك وأريح، بس يعني لا تعتبر بالمجمل أحد السنوات الأفضل. في عندك نقلة بحياتك، إذا ما صارت فرح تصير بالأشهر القادمة، يمكن إلها علاقة بسفر، ويمكن إلها علاقة بقصة عملية أكثر ما تكون عاطفية. إسراء، مواليدة 2000، يسعد أوقاتك يا إسراء. إسراء، ما في أفضل من المتبقي من السنة بالنسبة لك، أنا بعتبرك حظوظ مساعدة جداً جداً جداً. هلأ قد بتسعي
وقد ايه رب العالمين بيريد. القصه هون بس كحظوظ مساعده جدا. كرام بنت رحاب مواليدها 11/9/2001 عم تسالني كرام بس عن امورها الدراسيه، مع انه انا ما بظنك ابدا عندك مشاكل دراسيه، انت حدا اذا قعد وركز ومسك القلم وكتب فانا بعتبر انه انت احد الاشخاص اللي كثير بيركزوا. مشكله وجود المريخ بهي الفترات ببرجك عم بيخليكي ضايق خلقك، مالك خلق على الدراسه، بتفتحي الكتاب بتحسي انه مالك خلق تكتبي او تدرسي، بس انا بقول انت بتعرفي تماما انه قد ايه القصه هي مهمه بالنسبه لك لطبعك، انت بتحبي الامور الدراسيه، فكتير مهم انك تنهي هاي الامور لانه الحظوظ مساعده. عمر ابن امنه على 18/45 طبعا رسائلكم 79. يعني عمر اذا عم نحكي صحيا، كونك عم تسالني صحيا، فاخر شهرين بالسنه في شيء ما انه كثير الاريح صحيا، مع انه هدول اخر شهرين اللي ممكن يكون فيهم تعب صحي بس هي فيهم راحه على الصعيد العمل، بقى ممكن داخل عمل جديد مضغوط فيه هو اللي ممكن شوي تعبك صحيا. يعني مو دائما القصص ممكن تاخذ طابع حزن، احيانا حتى ضغط العمل ونحن مبسوطين بس انه ممكن يجعلنا شوي متعبين صحيا. هلا انا بعتبر هذا الشهر جيد على الصعيد المالي اذا عم تسالني ماليا يا عمر. رح اخذ مسج من عندي مدام. رامي مواليد 5/12/1996 حابب بيعرف عن كل شيء واذا عنده فرصه سفر. قلبنا صفحه، فتحنا صفحه جديده رامي. صار لك شهرين تقريبا متعب، ما انا كثير مرتاح، هلا بقى بلشنا بالاريح، يعني المتبقي من السنه انا بعتبره للراحه. هلا المتبقي من السنه جيد جدا لقصص لها علاقه بتغييرات، تغييرات غالبا بمكان الاقامه، من مكان لمكان، من بيت لبيت، من حاله لحاله وارد. طبعا يعني اذا عم تسالني على سفر فوارد للحقيقه، مع انه انا ارجح هاي النقلات الكبيره، يعني اذا بدنا نحكي عن سفر فهي نقله كبيره بظنها للسنه القادمه. محمد عم بيسالني مع عائشه على 18/45 يسعد اوقاتك يا محمد. محمد والله عم تسالني عن علاقه جيده جدا، يعني طبعا انت من الاشخاص اللي كثير باطنيين بتخبي بقلبك، هي لا حدا فايش، يعني كل شيء بقلبها جوا على لسانها، كل الناس تعرف كل اسرارها. هلا يمكن بالنتيجه هي القصه شوي محمد بتضايقك بالتفاصيل الصغيره، بس بعد الزواج لا انا بقول في، يعني نحن بنتخانق بالتفاصيل الصغيره لكن بالاشياء الاساسيه لا ما بتتخانقوا، علاقتكم بالمجمل جيده. لما من مواليد 2000، لما يعني ماني رح اقول لك انه انت بالسنه الافضل حبيبتي، بس بدي اقول لك انه السنه القادمه افضل بكثير. يعني هالفترات رغم انه المتبقي افضل من الشهرين اللي راحوا، لانه الشهرين كانوا للتعب، هلا بقى الامور افضل، بس مع ذلك السنه ليست للتغييرات، او ما كثير بشوفها السنه الافضل، بس السنه الجاي حبيبتي سنه جيده جدا بالنسبه لك. ان شاء الله تكون دائما السنين القادمه افضل من اللي راحت، وللجميع ويسعد صباحك يا رب العالمين.